أخبار اليوم. مستر محمد مش نايم من امبارح والضغط اللي عليه، قال لي في رسائل كتير عاوز اوصلها للعالم الخارجي. احنا مش محتاجين الغرب يسوقونا، وتحدثنا ان احنا مصر ثاني دوله على مستوى العالم لها ممثلي وقنصليات وسفارات على مستوى العالم اجمع. مش بوتين او ديف كامرون، ما احترمنا لاشخاصهم، هيقولوا شرم الشيخ امنه او لا، او مصر امنه او لا. احنا مصريين هنوصل رسائل مننا فينا وشبابنا، واحنا دوله شابه هندعم اقتصادنا الوطني بصفه عامه وقطاع السياحه بصفه خاصه. ثلاث نجوم، لما يحصل تنوع بين الفنادق من ثلاث نجوم الى خمس نجوم هتلاقي ان السعر بيختلف معاك من 270 ل 1600 جنيه. بيختلف في مستوى الإقامة، بيختلف في مستوى الانتقالات، هل هو باص، هل هو قطر، هل هو طيران، هل إيه درجة الطيران. هنا فعلا مبادرة ناجحة جدا، أنا شايف إنها بتشجع على رواج السياحة الداخلية بشكل ولا أروع وغير مسبوق، وبشكر وزارة السياحة على هذا المجهود في هذه المرحلة. المرحلة الثانية، أنا خلاص قدمت المبادرة كنقابات وجامعات وطلاب مصر وشباب مصر وكل القطاعات المصرية انتقلت إلى الأماكن السياحية. إحنا دورنا إيه بقى في المبادرات؟ دورنا هنا في المبادرات ان احنا لازم الاعلام الجميل الرائع بتاعنا ده يوثق الصوره والفيديو والمشهد في المنتجع وفي السوق السياحي وفي المكان الاثري، ويتم تداولها بكثافه على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي لو اي حد فيكم طبعا على فيسبوك بيشوف ان الاخبار بتاعته الشخصيه اللي حطها من سنه بيصعب عليه انه يجيبها تاني، صح؟ خلينا نتكلم عملي. وبالتالي احنا في صور كاذبه راسخة في ذهن المواطن الأجنبي والسائح الأجنبي وأحيانا السائح العربي عن أحداث حدثت في مصر منذ سنوات، صح؟ إزاي نعمل إزاحة لهذه الصورة من خلال التواصل الاجتماعي؟ إحنا هنكثف من المشاهد الإيجابية، هنكثف من الصور الإيجابية على صفحاتنا احنا الشخصية وعلى صفحات كثيرة من خلال مشاركتها، وبكده إحنا بنعمل إيه؟ إنزال ومسح للصورة السلبية ونصعد صورة إيجابية عن مصر تاني. طيب، السياحة الداخلية بتفيد مصر؟ كمصر كدولة، السياحة الداخلية بتفيدنا كدولة. بيقول لك ما بتجيبش عملة صعبة، بس بتعمل أحسن من العملة الصعبة. ليه؟ في إطار إن مفيش سياحة أجنبية في مصر، يبقى القطاع السياحي لازم إيه؟ ينزل الكورس ويقفل السياحة. يقفل الفندق يسرح العمالة، يقفل المركب يسرح العمالة. مرشد سياحي يقعد في البيت، عامل قطاع السياحي يقعد في البيت. كده النظام إيه؟ منظومة بالكامل قفلت. السياحة الداخلية هو الحل السحري لاستمرار دوران عجلة السياحة والمنظومة السياحية. لحين عودة السائح الأجنبي، كنت دائما بلوم على الدولة المصرية متمثلة في وزارة السياحة سابقا إن المبادرة بتنشأ فقط وقت الأزمة، وبعد الأزمة والسياحة الأجنبية ترجع يقول لك المصريين إحنا الأسعار بقت عالية، صح؟